خرجنا حتى نكسر القيود اللي متقيدة المرأة بيها، وهدفنا نوصل صوتنا. أكيد يعني يردون إسكات ثورتنا، بس مستحيل إنه يسكتونا. إحنا باقين صامدين لآخر يوم بحياتنا حد ما نرفع علم الانتصار. يعني متدخلين بالحكومة، هم جاي هم ترى يشكلون حكومتنا، هم اللي ما رأوا أي واحد ما جاي يقبلون علي ما جاي يصير رئيس وزراء. اليوم عيد المرأة يوم مميز للمرأة، لأن المرأة كسرت هواي قيود، تغيرت النظرية السابقة عن كون المرأة أنه بس وجودها بيتها وبس، تربية الجهال، كسرت القيد. والله اليوم احنا خرجنا حتى نثبت دور المرأة العراقية بالمجتمع العراقي، بما انه التظاهرات ساعدتها كثير حتى تبرز دورها. هناك كثير من يريدون اسكات الثورة، اقول ما راح تقدرون تسكتون الثورة، واحنا مستمرين وما راح نتراجع. والله الكثير من الناس ما جاي تستجاب للمتظاهرين، يعني الحكومة بشكل خاص ما جاي تستجاب نهائيا للمتظاهرين من خلال طرق القمع اللي موجودة حاليا نشوفها بساحة الخلاني والكثير من الساحات. والله هو الصراحة هناك كثير من التدخلات الخارجية الموجودة بشأن العراق، يعني كثير من التدخلات اللي حدت من ساعدت بالقمع، قمع المتظاهرين، وهواي أشياء يعني سببت بإبادة الكثير من الشباب. انتفاضتنا اليوم طبعا هي اليوم كانت بشكل مغاير عن كل مرة احتفلنا باليوم، احتفال زائد كان احتفال زائد تظاهرة مسيرة نسوية طالب بحقوق المرأة بالمجتمع العراقي وبالمطالب الشعبية العامة. بالبداية أحب أهني المرأة العراقية وأقول لها كل عام وأنت بخير، يا رب سنة سعيدة عليك، بعيدا عن الظلم، بعيدا عن الاضطهاد، بعيدا عن كل شيء. اليوم إحنا هنا وموجودين بالساحة نساند إخواننا الثوار، ومطالبنا كمطالبهم ما تختلف عنهم عن أي مطلب من مطالبهم. نعم هناك العديد من الجهات التي تريد إسكات الثورة، وإحنا نقول لهم بهذا اليوم نقول لهم إحنا ما راح نتراجع، ثابتين وما نتخلى عن العراق. انتفاضتنا هي ما نريد ظلم، مطالب الثلاث. المطالب هي تشكيل رئاسة حكومة جديدة بعيدا عن الأحزاب، مفوضية الانتخاب. يا حسين اشهد علينا،
هذه الأعداد، لأن يعني المرأة الدور الكبير في هذا المجتمع ليست تقتصر على المنزل فقط وتربية الأطفال، إنها لها دور الكبير في المجتمع كممرضة، كمعلمة، كمهندسة وكطبيبة، لها دور الفعال في كل هذه الأمور، وخرجنا حتى نثبت إنه إحنا إن دور كبير في هذا المجتمع. الثورة ما تسكت وعمرها ما راح تسكت لحد ما ناخذ حق كل شهيد وكل شخص موجود في هذا المجتمع، كل شخص ضحى وكل شخص بقى بالساحة طيلة حياته. السياسيين أغلبهم يريدون إسكات الثورة لأن ما يردون إحنا نطلع نطالب بحقوقنا وبدورنا الكبير في هذا المجتمع، أبالهم راح نبقى نسكت على إنه اللي سووه بهذا المجتمع، لا، هذا المجتمع راح ينهض من جدة وجديد بزود أبطاله. بالنسبة لانتفاضتنا إن الدور الكبير في الانتفاضة، خاصة لأن إحنا نريد نثبت إنه صوتنا ونثبت إنه حقوقنا هواي موجودة بهذا البلد، من حق النفط وحق الحرية وحق إنه التعبير عن الرأي، وما حد راح يقدر يسكتنا. هو ماكو هواي أصغاء إنا، بس إحنا مستمرين وراح نبقى مستمرين، لأن إحنا وعدنا الشهداء إنه إحنا راح نوفي بحقهم وراح ناخذ حقهم من كل واحد قتلهم. أبرز مطالبنا إنه نحصل رئيس وزراء، وإنه الانتخابات تكون يعني مبكرة وثابتة حتى نحقق مطالبنا. مطالبنا الأساسية تعيينات وشباب الشباب العاطلة، بعدين من صار طلعوا الشباب العاطلين من المظاهرات صار قتل، صار مطلبنا الأساسي الريد وطن، الريد وطن مليان خالي من الأحزاب الفاسدة. صار رحنا جد راح يصير 5 أشهر من الظاهر وماكو أي مطلب أساسي حققوا لي. هسي دخلوا هو إيران من بداية الثورة لحد الآن، وايد تدخلات صارت. أسباب انتفاضتنا معروفة، مطالبنا واضحة، إحنا نريد استقالة الحكومة ونريد وطن خالي من الأحزاب، واليوم إحنا طلعنا بيوم المرأة العالمي نسارد الثوار. احنا مساندين ولدنا من اول المظاهرة لحد الان، يعني احنا النساء ما نقعد مستحيل لحد ما تتحقق المطالب، واليوم يوم المرأة العالمي، فاحنا نريد نثبت اليوم للسياسيين نشوفهم وقلهم شوفوا المرأة، دور المرأة مستحيل حالها حال الرجل. مطالبنا احنا بعد تحقيق المطالب الثورة من طلعت لحد الان هن مطالبنا نفسيتهم، بس هم ما جاي يستجابون ويانا. احنا مستحيل مستحيل لو يبقى نفر واحد ما يبطل هاي الثورة.
قدمت 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 يلا قدم كل قدم كل قدم أولاً أحب أهني كل نساء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي. اليوم بمناسبة يوم المرأة العالمي حبينا ننظم مسيرة دعم لساحات التظاهر ونأكد للمرة العاشرة المليون أنه النساء حاضرات ودعمات للثورة إن شاء الله. أكيد الكل يحاول يسكت هاي الثورة من بداية الحدثة ونقول لهم مثل ما تشوفون إحنا مستمرين إيش قد ما تحاولون تخربوها. أسباب الانتفاضة مثل ما قلت هو دعم التظاهر وعلى مود ديمومة المظاهرات. خطواتنا القادمة نريد تغيير ونريد وعي ونريد ثقافة ونريد علم. الشعب محتاج ثورة، الشعب محتاج همة، مو فقط شباب ولا فقط نساء، كبار السن والأطفال والشباب والنساء. احنا ما طالعين لأجل تغيير معنوي ولا فقط تغيير مادي، وإنما تغيير وعي وثقافة وعلم وهمة. صوت المرأة مو عورة، صوت المرأة ثورة. احنا لازم شو نقول؟ ثورة ومرأة وعلم جيلنا جيل لا يهزم. لا، الثورة لا تسكت، الثورة ما تسكت، لا نتعب وما احنا اما ننتصر او ننتصر، اما ننتصر او ننتصر. حياة بدون موت. اكيد يردون الثورة تفشل، اكيد ما يردون وعي، اكيد احنا نفطنا وخيرنا يردون لهم. وشيء اخر، احنا ليش دائما اغلب الناس واغلب السياسيين واغلب الاحزاب معتبرين ايران الشريان النابض لهم؟ اسباب الانتفاضة التغيير ونريد وعي ونريد العراق يصير بخير وسلامة. عراقنا بلد الحضارات مو بلد الخسارات، وإذا نريد نخسر معناها إحنا مو ماكو وعي ولا ثقافة. أبرز مطالبنا نريد بلد بخير وسلامة، نريد الشباب لما تدرس وتتخرج ما تتعلق لهذا بالحمامات الصحية أو بالغرف. نريد وعي، نريد ثقافة، ما نريد ثورة تسكت. نريد كل من يتخرج يتعين ويعيش بخير وسلامة حتى يعرف شلون ترى هو الوعي، الوعي والثقافة تجي من التعيين، تجي من السياسة. إذا كانت السياسة بخير وسلامة أكيد الوعي راح يكون قائد. يلا 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 يلا
اليوم يوم المرأة العالمي، وجايين للساحة لأن هي صوت الحق. إحنا جايين كنساء حتى نطالب بحقنا كنساء، بحقنا بمجتمع اضطهد النساء، وأيضاً نطالب بحقنا بالساحة اللي هي صوت الحق، نطالب كحقنا كعراقيات كمواطنات، نريد حقنا من الحكومة، ونريد سنداً للساحة أيضاً وسنداً للمتظاهرين. وأيضاً إحنا جايين نقول إنه صوت المرأة ثورة، صوت المرأة ثورة وليس عورة. لذلك كل نساء العراق لازم يطلعون ولازم يشاركون بالثورة. أنتي نص المجتمع، أنتي لا تقلين أهمية عن الرجل، أنتي إلك حق مثل ما الرجل يطلع ويحكي ويرفع صوته، أنتي أم طلعي لا تستحين. هذا شرف إلك وهذا عز وافتخار طول حياتك، كل حياتك راح تظلين مفتخرة بهالشي، لأن أنتي إلك كيانك وأنتي إلك شخصيتك وتكونين إنسانة مستقلة. ما حد إلى حق يمنعك، وما حد إلى حق يختار عنك. كوني قوية ورفعي صوتك ضد الظلم. لكل من يقول المتظاهرين غير سلميين ويسقطون بالمتظاهرين، إحنا النساء طالعين وياهم، وكلتنا من جميع فئات الشعب، بين الطبيبات، بين المحاميات، بين الفنانات، كل الجميع طالع سنداً للساحة. لذلك لا حد يطعن ويقول إنه الثورة غير سلمية وسقطون بالمتظاهرين، لأنه إحنا نطالب بوطن، نريد نطالب بوطن حر كريم، ما يستجابون إلنا. أبسط مقومات الحياة نريدها ما يستجابون إلنا، يريدون طمعاً بالفلوس وطمعاً بالكراسي وطمعاً بالمناصب، لذلك أكيد ما يستجابون إلنا. مطالبنا كمتظاهرات عراقيات هي قانون الانتخاب، تشكيل أولاً إسقاط الحكومة، حل هذا البرلمان، نريد رئيس وزراء مستقل، رئيس وزراء عادل، يكون قانون الانتخابات، يقرون قانون الانتخابات اللي احنا نريده. هاي اهم مطالبنا حاليا. خرجنا بدورنا كنساء عراقيات، المجتمع دائما يرفضه او يخلي حد للمرأة، لكن احنا مبين انه المرأة هي جزء من المجتمع، الجزء الاول والاكبر بالمجتمع، لها دور كلش رئيسي. فضارنا حالنا حال اخواننا، نطلب من حقوقنا، حقوق المرأة معروفة، وكحق عام انه حق الحكومة والقمع اللي جاي يصير اعتداء على النساء ورفض ذلك. طبعا مارسوا جميع انواع القمع على مود يسكتون من الثورة، بس نقولهم انه الثورة مستمرة، الثورة موجودة، ودم الشهيد ما راح يضيع ما دام سال دم، فالثورة مستحيل تنتهي. اللي ما يريدون يستجاموا للمتظاهرين هو الكتلة السياسية والطبقة السياسية بصورة واحدة، أو الأحزاب، لأنه المتظاهر طلع على حقوقهم، والحقوق مسلوبة من 16 عام، فلذلك هم يرفضون شتى الأنواع ومارسوا أنواع القمع. لذلك يعني مستحيل توصلون الفكرة أنه يقمعون الثورة ويخلصوها. نشوف احنا بكل ثورة، بكل مسيرة تصير، بعض الحالات الخطف والقمع والقتل والإعلاميين وكل الطرق حتى الطلبة. لذلك احنا نظل مستمرين لحد ما نسمع استجابة لمطالبنا. أبرز مطالبنا هو أول شيء حل المجلس البرلمان، إسقاط الحكومة، جعل هنالك حكومة نزيهة،
وحكومة رئاسية. أريد أوصل أنه مهما يحاولون يقمعون الشعب بشتى الأنواع من طلاب من إعلاميين فصوتنا واصل، والشهداء اللي طاحوا ما طاحوا ودمهم ضاع، إحنا مستمرين إن شاء الله وما ننسحب من الساحة إلى أن تسقط الحكومة. نعزز حرية المرأة بالمجتمع، حرية اختيار الزوج، حريتها بالخروج والرجعة، حريتها انه تختار تعليمها وتكمل تعليمها. اليوم هواي نساء ينقتلون لأسباب تافهة حيل وهي مو منطقية، يعني ينقتلون بسببها. هواي ناس يريدون إسكات الثورة بسبب عدم وعي أو لسبب انتماء للأحزاب وهواي أسباب. احنا نقول لكم احنا ثابتين وصامدين وراح نبقى دائما موجودين ونجي للساحة وما راح توقف الثورة. طلعنا نريد الوطن ونكمل المسيرة النسوية هنا، انه المسيرة النسوية هي تقوي التظاهرات بشكل كبير، واحنا هنا طلعنا على مود مطالبنا بشكل خاص، المطالب النسوية. اليوم الناس جاي تموت، اليوم الحكومة ساكتة عليها، ما جاي نحصل القصاص. اليوم ماتوا اكثر من 700 شهيد وماكو لا اذن تسمع ولا عين ترى. صوتنا الحكومة الحالية احنا ما راح نسكت، وباقين سنة سنتين ايش قد ما تريدوا احنا باقين وصامدين لحد ما انتم تسقطون كلكم، ما حد يبقى واحد بيكم. أكيد مشاركتنا موجودة من بداية الثورة لحد الآن، فاستمرارية خروجنا بالتظاهرات حتى نثبت وجودنا أكثر وأكثر، وشوي شوي نحاول نفك القيود اللي موجودة بمجتمعنا. أكيد الأحزاب الحاكمة هي اللي تحاول تسكت الثورة وتحاول السيطرة على الشباب بشتى الطرق، وشفنا من القمع والقتل، بس الحمد لله مستمرين إن شاء الله. أول شيء وأول مطلب اللي أنا شخصياً يعني من أطلع على مودي هي أخذ حقوق الشهداء اللي سقطوا وتقديم القتلة للمحاكم. عيد المرأة هو كل سنة نحتفل به بصورة طبيعية، أما السنة اللي كون أكو ثورة موجودة فلا نطي صوتنا من خلال ساحات الاعتصام. الحكومة الحالية أعتقد ماكو حكومة ظالمة وطاغية استمرت إلى مدى الزمان، فالأفضل إلهم أنه ما يستجيبون المطالبنا ويحققون المطالب اللي يريدها الشعب على مود يستمر الوضع ويبقون هما. بس إحنا حالياً وصلنا لمرحلة أنه ما نريدهم ولا أي شخص شارك بالحكومة أنه يبقى حكم العراق.